عموما الخبر الثاني اللي صدر ايضا الاخبار على السوشيال ميديا وكان حديث الناس امس هي البوستات الاخذ والرد اللي كانت بين وائل عبد العزيز اخو ياسمين عبد العزيز وبين الممثل احمد العوضي اللي يبدو انه حاليا ياسمين تعيش معاه قصه حب. واللي صار ان الناس تعرف وامس تداولوا بوستات كتبه وائل على صفحته في فيسبوك يعاتب من خلاله ياسمين على علاقتها باحمد العوضي من دون ما يسميه. وفي تفاصيل البوست اللي رجع مسحه من بعدها قال وائل ياسمين بما معناه انا وقفت جنبك في مشاكلك وسندتك في شغلك وفي موضوع طلاقك وفي كل قراراتك عموما، ولكن تروحي تعرفي واحد اصغر منك بعشر سنين وتعملي عيد ميلاد وتنزلي صور ملهاش لازمه بتمس سمعتنا وسمعتك، فده ابدا مش مقبول. وكمل كمان كلامه وقال انت مقطعه العيله علشان تعملي اللي انت عايزاه، ولكن انا عايز اعرف العلاقه دي رايحه لفين. فطبعا بما معناه انه عايز يعرف لو احمد نوايا فعلا جديه تجاه ياسمين ولو هياخد خطوه تخلي يمكن علاقتهم رسميه. من بعدها بيرد عليه أحمد العوضي بفوست على فيسبوك أيضا وبيقول بما معناه عن أي بيت أدخل من بابه أنا ما شفت راجل واقف جنبها، ولكن أنت ما بتعمل أي حاجة فقط بتستنزفها هي وأمها، وأنه ياسمين بتصرف على وائل وعلى ابنه اللي مخبيه ورميه وهي اللي بتدفع له مصاريفه. وأكمل تعليقه بكلام أقسى خاصة لما قال بما معناه من أي باب أدخل وأطلب يدها من شخص بيتكلم على أخته من لحمه ودمه قدام الناس. وأختم تعليقه بوصف وائل أنه شخص فاشل في كل شيء، فاشل كأخ وكأب وكممثل وكبني آدم. والمفاجأة الكبرى يوم نزلوا الصبح ياسمين وأحمد نفس الصورة لهم على صفحتهم في إنستغرام، وهي تعلق طبعا عليها بحبك يا أحمد، وهو أيضا يعلق عليها بحبك يا ياسمين. وردهم هذا كان بالتزامن مع رد وائل الثاني على بوست أحمد العوضي واللي طبعا كان فيه كثير كلام يدافع فيه عن نفسه. ولكن طبعا أبرز اللي قاله وائل لأحمد أنه طريقة ردك عليا هي أكبر إثبات أنه ياسمين مش مهمة بالنسبة لك، وليه أنت ماشي تعكسها على السوشيال ميديا قدام كل الناس، وكمان سبت الموضوع الرئيسي المهم ومفكرتش تاخد خطوة جدية ومحترمة تجاه ياسمين وانشغلت بتشويه سمعتي وبالترند اللي هتعمله. وكمل كمان بوست وقال بطريقة قاسية أنه أنت اللي يهمك تكون ترند، تاخد دور بطولة، فلوس، عربيات. وكمان وائل قال أنه هو أول واحد هيفرح لياسمين لما تحب وتتجوز، ولكن مش أحمد لأنه عارفه من سنين وعارف نواياه كمان وإن الأيام هتثبت صحة كلامه ليهم.